دهر الداهرين. آمين. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحتك. افتح يا رب شفتي فيخبر فمي بتسبيحتك. يا رب لماذا كثر الذين يحزنوني؟ كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون لنفسي لا خلاص له بإلهه. وأنت يا رب ناصري ومجدي ورافع رأسي، بصوتي إلى ربي صرخت فأجابني من جبل قدسه. أنا رقدت ونمت ثم قمت لأن الرب ينصرني، فلا أخاف من ربوات الشعب المحيطين بي المتوازرين علي. قم يا رب خلصني يا إلهي، فإنك قد ضربت كل من يعاديني باطلا وسحقت أسنان الخطأ. لرب الخلاص وعلى شعبك بركتك. أنا رقدت ونمت ثم قمت لأن الرب ينصرني. يا رب لا بغضبك توبخني ولا برجزك تؤدبني، فإن سهامك قد نشبت في ومكنت علي يدك. ليس لجسدي شفاء من وجه غضبك ولا سلام في عظامي من وجه خطاياي، لأن آثامي قد تعالت فوق رأسي كحمل ثقيل قد ثقلت علي. قد أنتنت وقاحت جراحاتي من قبل جهالتي، شقيت وانحنيت إلى الغاية والنهار كله مشيت عابسا، لأن متني قد امتلأ مهازئ وليس لجسدي شفاء. شقيت واتضعت جدا وكنت أئن من تنهدي قلبي. يا رب إن بغيتي كلها أمامك وتنهدي لم يخفى عنك. قد اضطرب قلبي وفارقتني قوتي ونور عيني أيضا لم يبق معي. أصدقائي وأقربائي دنوا مني ووقفوا لدي، وجنسي وقف مني بعيدا، وأجهدني الذين يطلبون نفسي والملتمسون لي الشر، تكلموا بالباطل وغشوشا طول النهار درسوا. أما أنا فكأصم لا يسمع وكأخرس لا يفتح فاه، وصرت كإنسان لا يسمع ولا في فمه تبكيت. لأني عليك يا رب توكلت، أنت تستجيب لي يا ربي وإلهي. لأني قلت لا يشمت بي أعدائي، وعندما زلت قدماي عظموا علي الكلام. لأني أنا للضرب مستعد ووجعي لدي في كل حين، لأني أنا أخبر بإثمي وأهتم من أجل خطيئتي. أما أعدائي فأحياء وهم أشد مني، وقد كثر الذين يبغضوني ظلما، الذين جازوني بدل الخير شرا، محلوا بي لأجل ابتغاء الصلاح. فلا تهملني يا ربي وإلهي ولا تتباعد عني، أسرع إلى معونتي يا رب خلاصي. فلا تهملني يا ربي وإلهي ولا تتباعد عني، أسرع إلى معونتي يا رب خلاصي. يا الله إلهي إليك أبتكر، عطشت إليك نفسي، بكم نوع طاق لك جسدي في أرض برية وغير مسلوكة وعادمة الماء. هكذا ظهرت لك في القدس لأعاين قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة وشفتي تسبحانك. هكذا أباركك في حياتي وباسمك أرفع يدي، فتمتلئ نفسي كما من شحم ودسم، وبشفاه الابتهاج يسبحك فمي. إذا ذكرتك على مفرشي هذثت بك في الأسحار، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أستتر. التصقت نفسي وراءك وإياي عضدت يمينك. أما الذين يطلبون نفسي باطلا فسيدخلون في أسافل الأرض ويدفعون إلى أيدي السيوف ويكونون أنصبة للثعالب. أما الملك فيسر بالله ويمتدح كل من يحلف به، لأنه قد سدت أفواه المتكلمين بالظلم. هذثت بك في الأسحار لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أستتر. التصقت نفسي وراءك وإياي عضدت يمينك. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. يا رب إله خلاصي، في النهار صرخت وفي الليل أمامك، فلتدخل قدامك صلاتي،
أمل أذنك إلى طلبتي، فقد امتلأت من الشرور نفسي ودنت من الجحيم حياتي. حسبت مع المنحدرين في الجب، صرت مثل إنسان ليس له معين، حرا بين الأموات مثل المجرحين الرقود في القبور الذين لا تذكرهم أيضا وهم من يدك مقسون. جعلوني في جب أسفل السافلين في ظلمات وظلال الموت، علي استقر غضبك وجميع أهوالك أجستها علي. أبعدت عني معارفي جعلوني لهم رجاسة، قد أسلمت وما خرجت وعيناي ضعفتا من المسكنة. صرخت إليك يا رب نهارا كله وإليك بسطت يدي. أفعلك للأموات تصنع العجائب، أم الأطباء يقيمونهم فيعترفون لك؟ هل يحدث أحد في القبر برحمتك وفي الهلاك بحقك؟ هل تعرف في الظلمة عجائبك وعدلك في أرض منسية؟ وأنا إليك يا رب صرخت فتبلغك في الغداة صلاتي. لماذا يا رب تقسي نفسي وتصرف وجهك عني؟ فقير أنا وفي الشقاء منذ شبابي، وحين ارتفعت تضعت وتحيرت. علي جاز رزك ومفزعاتك أزعجتني، أحاطت بيك الماء والنهار كله اكتنفتني معا. أبعدت عني الصديقة والقريبة ومعارفي من الشقاء. يا رب إله خلاصي، في النهار صرخت وفي الليل أمامك، فلتدخل قدامك صلاتي، أمل أذنك إلى طلبتي. بارك يا نفسي الرب، ويا جميع ما في داخلي اسمه القدوس. بارك يا نفسي الرب، ولا تنسي جميع مكافآته، الذي يغفر جميع آثامك، الذي يشفي جميع أمراضك، الذي ينجي من الفساد حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخيرات شهواتك فيتجدد كالنسر شبابك. الرب صانع الرحمات والقضاء لجميع المظلومين، عرف موسى طرقه وبني إسرائيل مشيئاته. الرب رحيم ورؤوف، طويل الأناة وكثير الرحمة، ليس إلى الانقضاء يسخط ولا إلى الدهر يحقد. لا على حسب آثامنا صنع معنا، ولا على حسب خطايانا جازانا، لأنه بمقدار ارتفاع السماء عن الأرض قوى الرب رحمته على الذين يتقونه، وبمقدار بعد المشرق عن المغرب أبعد عنا سيئاتنا. كما يترأف الأب على البنين، يترأف الرب على خائفيه، لأنه عرف جبلتنا وذكر أننا تراب نحن. الإنسان كالعشب أيامه، وكزهر الحقل كذلك يزهر، لأنه إذا هبت فيه الريح ليس يثبت ولا يعرف أيضا موضعه. أما رحمة الرب فهي منذ الدهر وإلى الدهر على الذين يتقونه، وعدله على أبناء البنين الحافظين عهده والذاكرين وصاياه ليصنعوها. الرب هيأ عرشه في السماء، ومملكته تسود على الجميع. بارك رب يا جميع ملائكته المقتدرين بقوة، العاملين بكلمته عند سماع صوت كلامه. بارك رب يا جميع قواته، يا خدامه العاملين إرادته. بارك رب يا جميع أعماله، في كل موضع سيادته. بارك يا نفسي الرب. يا رب استمع صلاتي وأنصت بحقك إلى طلبتي، استجب لي بعدلك ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك، فإنه لن يتزكى أمامك كل حي، لأن العدو قد اضطهد نفسي وأذل في الأرض حياتي، وأجلسني في الظلمات مثل الموتى منذ الدهر، وأضجر علي روحي واضطرب قلبي في داخلي. تذكرت الأيام القديمة، هذذت في كل أعمالك وتأملت في صنائع يديك. بسطت يدي إليك ونفسي لك كأرض لا تمطر. أسرع فاستجب لي يا رب، قد فنيت روحي. لا تصرف وجهك عني فأشابه الهابطين في الجب. اجعلني في الغداة مستمعا رحمتك، فأني عليك توكلت. عرفني يا رب طريق الذي أسلك فيه، فأني إليك رفعت نفسي. أنقذني من أعدائي يا رب، فأني قد لجأت إليك. علمني أن أعمل مرضاتك، لأنك أنت إلهي. روحك الصالح يهديني في أرض مستقيمة، من أجل اسمك يا رب تحييني. بعدلك تخرج من الحزن نفسي، وبرحمتك تستأصل أعدائي، وتهلك جميع الذين يحزنون نفسي، لأني أنا عبدك.
استجب لي بعدلك ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك. استجب لي بعدلك ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك. روحك الصالح يهديني في أرض مستقيمة. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. هللويا 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 المجد لك يا الله. هللويا 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 المجد لك يا الله. هللويا 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 المجد لك يا الله. يا إلهنا ورجاءنا لك المجد. بسلام إلى الرب نطلب من أجل السلام الذي من العلا وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب يا رب من أجل سلام كل العالم وثبات كنائس المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب يا من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب يا رب رحم من أجل أبينا ورئيس كهنتنا إسحاق والكهنة المكرمين والشمامسة الخدام بالمسيح وجميع الإكليروس والشعب إلى الرب نطلب يا رئيس وموازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب يا رب رحم من أجل هذه المدينة وجميع الأديرة والمدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب كيريا إيسو من أجل اعتدال الأهوية وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلامية إلى الرب نطلب يا رب والمهجرين والمخطوفين وخلاصهم إلى الرب نطلب كيريا إيسو من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب يا رب رحم وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمة القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدنا والدة الإله خلصينا مع جميع القديسين فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله لك يا الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. الله الرب ظهر لنا مبارك الآتي باسم الرب اعترفوا للرب وضعوا باسم القدوس الله الرب ظهر لنا مبارك الآتي باسم الرب كل الأمم أحاطت بي وباسم الرب قهرتها الله الرب ظهر لنا مبارك الآتي باسم الرب قبل الرب كانت هذه وهي عجيبة في عيوننا الله الرب ظهر لنا مبارك الآتي باسم الرب أيها المسيح الإله لما قمت لعازر من بين الأموات قبل آلامك حققت القيامة العامة لذلك ونحن كالأطفال نحمل علامات الغلبة والظفر صارخين نحوك يا غالب الموت أوصنا في الأعالي مبارك الآتي باسم الرب غزاي دم فاطا دم زون دم هايلي جنجايست أيها المسيح الإله
بين الأموات قبل آلامك حققت القيامة العامة، لذلك ونحن كالأطفال نحمل علامات الغلبة والظفر صارخين نحوك يا غالب الموت أوصانا في الأعالي مبارك الذي باسمه الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين أمين. أيها المسيح الإله، لما دفنا معك في المعمودية استاهلنا بقيامتك الحياة الخالدة، فنحن نسبحك هاتفين أوصانا في الأعالي مبارك الآتي باسم الرب. هلما بالأغصان، هلما بالأغصان نسبح المسيح السيد بإيمان كالأطفال مطهرين النفوس عقليا، ونصرخ إليه بصوت عظيم قائلين: مبارك أنت يا مخلص، يا من وافيت إلى العالم وصرت آدم جديدا روحانيا، كما ارتضيت لكي تنقذ آدم من اللعنة الأولى ودبرت الكل إلى الموافق. أيها الكلمة المحب البشر، المجد لك. مجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. يا رب، لما أقمت لعازر من القبر بعد 4 أيام علمت الكل أن يهتفوا إليك بسعف وأغصان، مبارك أنت أيها الآتي. أيها المسيح المخلص، لقد ذرفت دموعاً بحال سرية على صديقك لعازر الطريح ميتاً، وأقمته من بين الأموات معلناً إشفاقك بمودة للبشر. فلما عرفت محافل الأطفال بحضورك خرجوا اليوم حاملين بأيديهم سعفاً هاتفين أوصانا في الأعالي مبارك أنت يا من أتيت لتخلص العالم. مجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. أيها الشعوب والأمم، سبحوا بنغمات مؤتلفة، لأن ملك الملائكة ركب الآن على عفو وأتى باختياره ليخدع العدو بالصليب بما أنه المقتدر. لذلك الفتيان بالسعف والأغصان ينشدون تسبيحا هاتفين: المجد لك أيها الآتي الغالب، المجد لك أيها المسيح المخلص، المجد لك يا إلهنا المبارك وحده. أيها الرب ربنا، ما أعجب اسمك في كل الأرض، لأن جلالك تسامى على السماوات. هاليلويا. الأطفال والرضعان أصلحت تسبيحا من أجل أعدائك لتقمع العدو والمنتقم. هاليلويا. فهرت الأمم فهلك الأثيم، الحجر الذي رزله البناؤون هو صار رأسا للزاوي. يا هاليلويا. من قبل الرب كانت هذه وهي عجيبة في عيوننا، الرب عظيم في صهيونا ومتعال على جميع الشعوب. هاليلويا. هناك حطم قوة القسي والسيف والترس في القتال، صهيون سمعت ففرحت، وبنات يهودا تهللنا، امدحي يا أورشليم الرب، سبحي إلهك يا صهيون. هاليلويا. إله الآلهة يتجلى لهم في صهيون،
ودوروا حولها احصوا أبراجها لكي ينادوا باسم الرب في صهيون وبتسبيحته في الأمم. هللويا. رتلوا لله، رتلوا لإلهنا، رتلوا، رتلوا لملكنا، رتلوا. يا جميع الأمم صفقوا بالأيادي. هللويا. آتي باسم الرب الله، الرب ظهر لنا، فاحتفلوا بالعيد بالأكاليل حتى إلى قرون المذى. هاليلويا. أنت هو إلهي فإياك أحمد، أنت هو من صهيون بالخلاص لبيت يعقوب في ساحات بيت الرب في وسطك يا أورشليم. ويملك الرب إلى الأبد إلهك يا صهيون إلى جيل بعد جيل، تسبحته تدوم إلى دهر الداهرين. هاليلويا. المجد للآب والابن والروح القدوس أنا وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. هاليلويا هاليلويا. المجد لك يا هاليلويا هاليلويا هاليلويا. المجد لك يا الله. هاليلويا هاليلويا هاليلويا. المجد لك يا المال. منذ شبابي أهواء كثيرة تحاربني، لكن أنت يا مخلصي عضدني وخلصني. منذ شبابي أهواء كثيرة تحاربني، لكن أنت يا مخلصي عضدني وخلصني. يا مبغضي صهيون اخزوا من تجاه الرب، لأنكم ستصيرون جافين كالعشب اليابس أمام النار. يا مبغضي صهيون اخزوا من تجاه الرب، لأنكم ستصيرون جافين كالعشب اليابس بالنار. المجد للآب والابن والروح القدس، بالروح القدس كل نفس تحيا وتتنقى مرتفعة ولامعة بالثالوث الواحد بحال شريفة قدسية. الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. بالروح القدس تفيض سواق النعمة ومجاريها، فتروي البرايا بأسرها بالحياة المحيا. من أفواه الأطفال والرضع أصلحت تسبيحا. من أفواه الأطفال والرضعان أصلحت تسبيحا. أيها الرب ربنا، ما أعجب اسمك في كل الأرض. من أفواه الأطفال والرضعان أصلحت تسبيحا. Κύριε δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. لأنك قدوس أنت يا إلهنا، وفي القديسين تستقر وتستريح، وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. آمين. كل نسمة فلتسبح الرب. كل نسمة فلتسبح الرب.
فلتسبح الرب. Damit wir gewürdigt werden, zu hören das heilige Evangelium, lasst uns beten zum Herrn. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Sophia. Sophia, Orthi, hören wir das heilige Evangelium. Friede sei mit euch allen. فصل شريف من بشارة القديس متى الإنجيلي البشير والتلميذ الطاهر لنصغي. في ذلك الزمان لما قرب يسوع من أورشليم وجاء إلى بيت فاج عند جبل الزيتون، حينئذ أرسل تلميذين وقال لهما: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، وللوقت تجدان أتانا مربوطة وجحشا معها فحلاهما وأتيان بهما، فإن قال لكما أحد شيئا فقولا: إن الرب يحتاج إليهما فيرسلهما للوقت. هذا كله كان ليتم ما قيل بالنبي القائل: قولوا لابنة صهيون هو ذا ملكك يأتيك وديعا راكبا على أتان وجحش من أتان. فذهب التلميذان وصنعا كما أمرهما يسوع، وآتيا بالأتان والجحش ووضعا ثيابهما عليهما وأجلساه فوقهما، وفرش الجمع الكثير ثيابهم في الطريق، وآخرون قطعوا أغصانا من الشجر وفرشوها في الطريق، وكان الجموع الذين يتقدمونه والذين يتبعونه يصرخون قائلين: هوشعنا لابن داود، مبارك الآتي باسم الرب، هوشعنا في الأعالي. ولما دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة: من هذا؟ فقالت الجموع: هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل. ولما رأى رؤساء الكهنة والكتبة العجائب التي صنع، والصبيان يصيحون في الهيكل ويقولون: هوشعنا لابن داود، غضبوا وقالوا له: أتسمع ما يقول هؤلاء؟ فقال لهم يسوع: نعم، أما قرأتم قط أن من أفواه الأطفال والرضع هيأتوا تسبيحا؟ وتركهم وخرج خارج المدينة إلى بيت عنيا وبات هنا. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك وكمثل كثرة رأفتك، أمحو مآثمي، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي، طهرني فإني أنا عارف بإثمي وخطيئتي أمامي في كل حين. إليك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تصدق في أقوالك وتغلب في محاكمتك. ها أنا ذا بالآثام حبل بي وبالخطايا ولدتني أمي، لأنك قد أحببت الحق وأوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها. تنضحني بالزوفة فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني بهجة وسرورا فتتهج عظامي الذليلة. أصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل مآثمي. قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من أمام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي اعضدني، فأعلم الأثم طرقك والكفرة إليك يرجعون. أنقذني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحتك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منسحق، القلب المتخشع والمتواضع لا يرذله الله. أصلح يا رب بمسرتك صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبيحة العدل قربانا ومحرقات، حينئذ يقربون على مذبحك العجوب. المجد للآب والابن والروح القدس، اليوم المسيح يدخل
إلى المدينة المقدسة جالساً على جحش ليحل بهيمية الأمم المجدبة قديماً بحال رديئة الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين. اليوم المسيح يدخل إلى المدينة المقدسة جالساً على جحش ليحل بهيمية الأمم المجدبة قديماً بحال رديئة. يا رحيم ارحمني يا الله كعظيم رحمتك وكمثل كثرة رافاتك أمحو مآثمي. اليوم نعمة روح القدس جمعتنا وكلنا نرفع صليبك ونقول مبارك الآتي باسم الرب أوصنا في الأعالي. Rette, Gott, dein Volk und segne dein Erbe. Suche heim deine Welt in Gnade und Barmherzigkeit. Richte auf die Stirn der rechtgläubigen Christen und sende auf uns herab dein reiches Erbarmen, auf die Fürbitte unserer heiligen, allreinen Herrin, der Gottesgebärerin und steten Jungfrau Maria, durch die Kraft des kostbaren und lebendig machenden Kreuzes, auf die Fürbitte der himmlischen, körperlosen Mächte, des ehrwürdigen und ruhmreichen Propheten, Vorläufers und Täufers Johannes, der heiligen, ruhmreichen, allverehrten Apostel unserer Väter unter den Heiligen, der großen ökumenischen Lehrer und Hierarchen Vasilius des Großen, Gregorius des Theologen und Dimitrius, der heiligen und gerechten Gottesahnen Joachim und Anna, des heiligen Simon, dessen Gedächtnis wir heute begehen, und aller Heiligen flehen wir zu dir, Herr, reich an Erbarmen. Erhöre uns, die wir Sünder sind, und dich bitten, erbarme dich unser. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ya Rabbu Raham, Ya Rabbu Raham, Ya Rabbu Raham. برحمة ورافة ابنك الوحيد ومحبته للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدس الصالح والمحيي الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. آمين. يا من هو جالس على العرش في السماء وراكب جحشا على الأرض، تقبل تسابيح الملائكة وتماجيد الأطفال هاتفين إليك أيها المسيح الإله. مبارك أنت الآتي لتعيد آدم ثانيا. آدم ثانيتان. أيها المسيح العديم أن يكون مائتا، بما أنك ربطت الجحيم وأمت الموتى وأنهضت لعازر، فقد سبحك الأطفال اليوم كغالب هاتفين، أوصنا لابن داود، إذ لن يعود الأطفال يذبحون كما من قبل لأجل طفل مريم، بل وحدك تصلب لأجل جميع الأحداث والشيوخ، ولن ينفذ فينا السيف فيما بعد، لأن جنبك سيطعن بحربة، ولذلك نهتف نحن بحبور
مبارك أنت الآتي لتعيد آدم ثانية. آدم ثانية. في هذا اليوم الذي هو 17 من شهر نيسان تقيم الكنيسة المقدسة تذكار القديس الشهيد في الكهنة سمعان المستشهد في بلاد فارس، فبشفاعاته اللهم ارحمنا وخلصنا آمين. وفي هذا اليوم الذي هو أحد الشعانين نعيد للموسم المجيد البهي الذي لدخول ربنا يسوع المسيح إلى أورشليم. لقد جلس على جحش من خلق الأرض بكلمة إلهية طالبا أن يطلق جنس الأنام ويحلهم من البهيمية. فبتحننك الذي لا يوصف أيها المسيح جعلنا غالبين الأهواء البهيمية وأهلنا لمعاينة غلبتك الواضحة على الموت وقيامتك البهية الحاملة الحياة وارحمنا أمين. إنا يا نبي العمق ظهرت عديمة الرطوبة وانكشفت أساسات البحر المتموج لأنك زجرت عاصفة بإشارة وخلصت الشعب المنتخب مرتلا لك تسبيحا على الظفار. إن الشعب الإسرائيلي شرب بأمرك من صخرة قاسية صلدة وقاطرة هي الصخرة. أنت أيها المسيح الحياة الذي به تشددت الكنيسة صارخة أوصانا مبارك أنت أيها الآتي. أيها المسيح إلهنا الآتي بوضوح يوافي ولا يبطئ من جبل مظلل مدغل من فتاة والدة من دون رجل كما قال النبي قديما. لذلك نصرخ جميعنا المجد لقدرتك يا رب. يا مبشر صهيون أصعد على الجبل ويا منذر أورشليم ارفع صوتك بقوة ممجدات قيلت فيك يا مدينة الله. سلام ليعقوب وخلاص للأمم. إن نفوس الصديقين قد هتفت بسرور الآن يوضع للعالم عهد جديد والشعب يتجدد بقطرات دم الإله. يا من حفظت فتياتك الإبراهيميين سالمين في النار ودفعت الكلدانيين الذين اقتنصوا الأبرياء بظلم. أيها الرب الفائق التسبيح مبارك أنت يا إله أبائنا. نسبح ونبارك ونسجد للرب افرحي يا أورشليم وعيدوا يا جميع محبي يا صهيون لأن رب القوات مالك إلى الدهور قد وافى فلتحتشم الأرض كلها من وجهه ولتهتفوا سبحوا الرب يا جميع أعمال الرب. Die
Gottesgebärerin und Mutter des Lichtes, besingen und erheben wir in Hymnen. Allahu Rabbu Zahra lana faqimu al-'ayda wa ta'iju wa halumma bina عظم المسيح وبسعف وأغصان نهتف نحوه بالتسبيح قائلين مبارك آتي باسم الرب مخلصنا لماذا ارتجيتم أيها الأمم ويا أيها الكهنة والكتبة لماذا هزيتم بالباطل من هو هذا الذي الأطفال بالسعف والأغصان يصرخون إليه بالتسابيح قائلين مبارك الآتي باسم الرب مخلصنا كيري يا لايسا خلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب رحم ذكرنا الكلية القداسة الطائرة الفائقة البركات أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا مع جميع القديسين فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله لك يا رب لأنه إياك تسبح كل قوات السماوات وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين قدوس هو الرب إلهنا قدوس هو الرب إلهنا قدوس هو الرب إلهنا
يا الله. سبحوه بالطبل والمصاف، سبحوه بالأوتار وآلات الطرب. اخرجوا أيها الشعوب، اخرجوا أيها الأمم، وشاهدوا اليوم ملك السماوات جالسا على جحش حقير كعلى عرش سام قادما إلى أورشليم. فيا جيل اليهود الفاسق غير المؤمن، هلما فانظر الذي أبصره إشعيا موافيا بالجسد لأجلنا، كيف يتخذ صهيون الجديد كعروس عفيفة له، وينبذ المجمع المخصوم، والأطفال العديمو خبرة الشر يبادرون معا فاقدي الدنس كإلى عرس عديم الفساد والدنس مادحين. فمعهم نصرخ مسبحين بتسبيح الملائكة وصنا في الأعالي للذي له الرحمة العظمى. نغمات الصنوج سبحوا بصنوج التهليل، كلنا سما فلتسبح الرب. أيها المسيح الإله، لقد سبقت قبل آلامك الطوعية فأوضحت للكل تحقيق القيامة العامة، فأما لعازر الميت ذو الأربعة أيام فأنهضته في بيت عنيا بعزة قدرتك، وأما العميان فمنحتهم البصر بما أنك المانح الضياء يا مخلص، ودخلت إلى المدينة مع تلاميذك جالساً على عفو أتان مكملاً كرازات الأنبياء، كأنك راكب على الشروبيم، والفتيان العبرانيين استقبلوك بالسعف والأغصان، لذلك كذلك ونحن معهم نحمل أغصان الزيتون والسعف هاتفين إليك بشكر. أوصنا في الأعالي مبارك الآتي باسم الرب. المجد للأب والابن والروح القدس
وقولوا لرب البيت إنك معلم. يقول عندك أصنع لك يا مظهر النور. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. أيها الرب الملك الإله السماوي الأب ضابط الكل، أيها الرب الابن الوحيد يسوع المسيح، ويا أيها الروح القدوس، أيها الرب الإله يا حمل الله تقبل تضرعنا أيها الجالس عن يمين الآب وارحمنا، لأنك أنت وحدك قدوس، أنت وحدك الرب يسوع المسيح في مجد الله الآب. أباركك وأسبح اسمك إلى الأبد وإلى أبد الأبد. إلا يا رب أن نحفظ في هذا اليوم بغير خطيئة. مبارك أنت يا رب إله آبائنا، مسبح وممجد اسمك إلى الأبد آمين. لتكن يا رب رحمتك علينا كمثل اتكالنا عليك. مبارك أنت يا رب، علمني حقوقك. مبارك أنت يا رب، علمني حقوقك. يا رب ملجأ كنت لنا في جيل وجيل، أنا قلت يا رب ارحمني واشفي نفسي، لأنني خطيت إليك. يا ربي إليك لجأت، فعلمني أن أعمل رضاك، لأنك أنت هو إلهي. لأن من قبلك عين الحياة Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος,
قدوسان الله قدوسان القوي قدوسان الذي لا يموت ارحمنا آيوس ثيوس آيوس إسكيروس آيوس أثاناتوس إليسون إماس المجد لله والابن والروح قدوس الذي لا يموت ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا بالمعمودية استأهلنا بقيامتك الحياة الخالدة فنحن نسبحك قائلين أوصانا في الأعالي مبارك التي باسم الرب مباركة هي مملكة الآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. Im Frieden lasst uns beten zum Herrn. Kyrie eleison. Um den Frieden von oben und das Heil unserer Seelen lasset uns beten zum Herrn. Ja, Rabu, Raham. Um den Frieden der ganzen Welt, den Wohlbestand der heiligen Kirchen Gottes und die Einheit aller, lasset uns beten zum Herrn. Für dieses heilige Haus und alle, die es mit Glauben, Andacht und Gottesfurcht betreten, lasset uns beten zum Herrn. Für unseren Vater und Metropoliten Isa. Ehrwürdige Priesterschaft, den Diakonat in Christus, den gesamten Klerus und das ganze Volk, lasset uns beten zum Herrn. Ja, Rabu, Raham. Für unser Land und Volk und für alle, die es regieren und beschützen, lasset uns beten zum Herrn. Kyrie eleison. Für dies und jede Stadt, jedes Kloster und alles Land und für die Gläubigen, die darin leben, lasset uns beten zum Herrn. Ja. Günstige Witterung, reiches Gedenken der Früchte der Erde und um friedliche Zeiten, lasset uns beten zum Herrn. Kyrie eleison. Für die Reisenden zu Wasser, zu Lande und in der Luft, für die Kranken, Notleidenden und Gefangenen, Entführten und Vertriebenen und um ihre Errettung, lasst uns beten zum Herrn. Ja, Rabu, Raham. Auf dass wir errettet werden von aller Trübsal, Zorn, Gefahr und Not, lasset uns beten zum Herrn. Kyrie.
erbarme dich und böte uns, o Gott, durch deine Gnade. Ja. Allreinsten, über alles Gesegneten und Ruhmreichen Herrn, der Gott des Gebären und immerwährenden Jungfrau Maria. Mit allen Heiligen Gedenken, lasst uns selbst untereinander und unser ganzes Leben Christus, unserem Gott, anvertrauen. Dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. أحببت أن يسمع الرب صوت تضرعي لأن أوجاع الموت اكتنفتني وشدائد الجحيم صادفتني بشفاعة والدة الإلهية مخلص خالص. الحزن والوجع وجدت اسم الرب دعوت دوشي فبت دعك كبرر ما إلى درت سأكون حسن الإرضاء أمام الرب في بلدة الأحياء بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا. Weiter weiter bis salam in el arabin atlo iriala iso adot khalas warham nafasna ya lal binamate ya rab Zikrin al Kuliat al Kadas al Tair al Faikat al Barakat al Machida, Yet Walidat al Majamia Kidisin, Fainud, Zawatin, Ababadan, Abadan, al Kulahayatin al Masih al Ila. ولك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. آمنت لذلك تكلمت وأنا تضعت جدا خلصنا يا ابن الله يا من جلس على جحشنا نحن المرتلين لك هللويا لماذا أكافئ الرب عن كل ما أعطاني كأس الخلاص أقبل وباسم الرب أدعو رتون زون غوتس رايتن داوف عينم إزل فلن دي في أدي زنجن هللويا وفي نذوري للرب أمام كل شعبه خلصنا يا ابن الله يا من جلس على جحشنا نحن المرتلين لك هللويا تجسد من أجل خلاصنا من القديسة والدة الإله الدائمة البتولية مريم وتأنست بغير استحالة وصلبت أيها المسيح إلى هنا وبموتك وطئت الموت وأنت لن تزل
أحد الثالوث القدوس الممجد مع الأب والروح القدس خالصنا. Την ειρήνη του Κυρίου τα ηθώμα. Κυρία λαϊσόν. Αντιλαφούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη. Ιώρα πουραχά. Εις Παναγίας εχράντου υπευλογημένης εν δόξω της ποινής ημών Θεοτόκο και υπευθένων Μαρία. Με τα πάντων των Αγίων νημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Λέκα إنك إله صالح ومحب للبشر وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس لنا وكل آن وإلى دائر الدائرين. آمين. اعترفوا للرب فإنه صالح وإنا إلى الأبد رحمته ليخل بيت إسرائيل إنه صالح وإنا إلى الأبد رحمته ليقل كل أتقياء الرب إنه صالح وإنا إلى الأبد رحمته. أيها المسيح الإله لما قمت العازر من بين الأموات قبل ألامك حققت القيامة العامة نحمل علامات الغلبة والظفر صارخين نحوك يا غالب الموت أوصانا في الأعالي مبارك الآتي باسم الرب. حققت القيامة
قمت لعازر من بين الأموات قبل آلامك حققت القيامة العامة لذلك ونحن كالأطفال نحمل علامات الغلبة والظفر صارخين نحوك يا غالب الموت أوصانا في الأعالي مبارك الآتي باسمه يا من هو جالس على العرش في السماء وراكب جحشا على الأرض تقبلت سبيح الملائكة وتماجيد الأطفال الهاتفين إليك أيها المسيح الإله مبارك أنت الآتي وعيد آدم ثانية Kyrie eleison Den heilig bist du unser Gott und dir senden wir der Verherrlichung empor dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und immer da. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. O du Sanila, O du Sanilqa, Athanatos eleisoni ma Kudusanilla Kudusanilqawi Kudusanilla und dem Heiligen Geist. الآن وكل آن وإلى دور الدائرين آمين. Heilige Unsterbliche, erbarme dich unser. In Amen. مبارك الآتي باسم الرب اعترفوا للرب فإنه صالح وإنا إلى الأبد رحمته فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل فيلبي لا
lasst uns acht geben. يا إخوة افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا وليظهر حلمكم لجميع الناس فإن الرب قريب. لا تهتموا البتة بل في كل شيء فلتكن طلباتكم معلومة لدى الله بالصلاة والتضرع مع الشكر ليحفظ سلام الله الذي يفوق كل عقل قلوبكم وبصائركم في يسوع المسيح. وبعد أيها الإخوة مهما يكن من حق ومهما يكن من عفاف ومهما يكن من عدل ومهما يكن من طهارة ومهما يكن من صفة محببة ومهما يكن من حسن صيت إن تكن فضيلة وإن يكن مدح ففي هذه افتكروا. وما تعلمتموه وتسلمتموه وسمعتموه ورأيتموه فبهذا اعملوا. وإله السلام يكون معكم. Lesung aus dem Brief des heiligen Apostel Paulus an die Philipper. Brüder und Schwestern, freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich, freut euch. Eure Güte werde allen Menschen bekannt. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus bewahren. Schließlich, Schwestern und Brüder, was immer wahrhaft, edel, recht, was lauter, liebenswert, ansprechend ist, was Tugend heißt und lobenswert ist, darauf seid bedacht. Was ihr gelernt und angenommen, gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Friede sei mit euch. Halleluja. شريف من بشارة القديس يوحنا الإنجيل البشير التلميذ الطاهر. يا رب المجدولات لنصغي قبل الفصح بستة أيام أتى يسوع إلى بيت عنيا حيث كان لعازر الذي مات فأقامه يسوع من بين الأموات فصنعوا له هناك عشاء وكانت مرتا تخدم وكان لعازر أحد المتكئين معه. أما مريم فأخذت رطلا من ناردين خالص كثير الثمن ودهنت قدمي يسوع ومسحت قدميه بشعرها فامتلأ البيت من رائحة الطيب. فقال أحد تلاميذه يهوذا بن سمعان الإسخريوطي الذي كان مزمعاً أن يسلمه لما لم يباع هذا الطيب بثلاثمائة دينار ويعطى للمساكين؟
وإنما قال هذا لاهتمام منه بالمساكين، بل لأنه كان سارقاً وكان الصندوق عنده وكان يحمل ما يلقى فيه. فقال يسوع: دعها، إنما حفظته ليوم دفني، فإن المساكين هم عندكم في كل حين، وأما أنا فلست عندكم في كل حين. وعلم جمع كثير من اليهود أن يسوع هناك، فجاءوا لا من أجل يسوع فقط، بل لينظروا أيضا لعازر الذي أقامه من بين الأموات. فأتمر رؤساء الكهنة أن يقتلوا لعازر أيضا، لأن كثيرين من اليهود كانوا بسببه يذهبون فيؤمنون بيسوع. وفي الغد لما سمع الجمع الكثير الذين جاءوا إلى العيد بأن يسوع آت إلى أورشليم، أخذوا سعف النخل وخرجوا للقائه وهم يصرخون قائلين: هوشعنا، مبارك الآتي باسم الرب ملك إسرائيل. وإن يسوع وجد جحشا فركبه كما هو مكتوب: لا تخافي يا ابنة صهيون، ها إن ملكك يأتيك راكبا على جحش ابن آتان. وهذه الأشياء لم يفهمها تلاميذه أولا، ولكن لما مجد يسوع حينئذ تذكروا أن هذه إنما كتبت عنه وأنهم عملوها له. وكان الجمع الذين كانوا معه حين نادى لعازر من القبر وأقامه من بين الأموات يشهدون له. ومن أجل هذا استقبله الجمع، لأنهم سمعوا بأنه قد صنع هذه الآية. Lasst uns beten zum Herrn. Kyrie eleison. Ehebar, erbarme dich und behüte uns, O Gott, durch deine Gnade, Weisheit. Ja, Rabburaham. Hatta idha kunna mahfuzina, bi'izzatika kulla hinin, narfau ilayka al-majd. أيها الأب والابن والروح القدوس، الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. Yeah.
الخاطئ وارحمني من الخطأ حسني العبادة المستقيم الرب يذكر الرب الإله في ملك السماء كل حين الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين Denke der Herr unser Gott in seinem Königtum. Abana und Patriarchana Johanna. Abana und Patriarchana Johanna, Ichwatana Matarina zu Kursi, Al-Antaki, Al-Muqaddas, Achana Al-Mutram Bulus, Al-Ghaib Anna Bijasad, Najli Audati Saliman Muafa, Ilaina Wali Muhibbi, Achana Al-Mutran Hanna, Kahanat Hadi Al-Abrashia, وجميع الإخوة والأخوات الذين ينتمون إليها ويصلون في رعاياها والذين يقيمون هذا العيد الشريف جميعكم ليذكر الرب الإله في ملكه السماوي كل حين أنا وكل آن وإلى دهر الداهرين رئاسة كهنوتك يذكر الرب الإله في ملكه السماوي كل حين الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين الذين سبقونا على رجاء القيامة والحياة الأبدية من آبائنا وأمهاتنا إخوتنا وأحبتنا وخاصة الذين ذكرنا أسماءهم على المذبح المقدس مثلث الرحمات أبانا البطريرك إغناطيوس والمثلث الرحمات أخانا المطران غفرائيل والكهنة الذين سبقت لهم الخدمة في هذه الأبرشية سيرجيوس عبد المسيح وأليكسي مع عبد الله الياس وعبد الله حنا وجميع أمواتكم بالمسيح ليذكر الرب الإله في ملكه السماوي كل حين أنا وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين تحت Oh.
Verbindung kamelt ihr Bad in Amira. Kyrie Für die dargebrachten kostbaren Gaben lasst uns beten zum Herrn. Ja, Rabu Raham. Für dieses heilige Gotteshaus und alle, die es mit Glauben an Nacht und Gottesfurcht betreten, lasst uns beten zum Herrn. Kyrie. Dass wir errettet werden von aller Trübsal, Zorn, Gefahr und Not, lasst uns beten zum Herrn. Ja, Rabu Raham. Hilf, rette, erbarme dich und behüte uns, O Gott, durch deine Gnade. Kyrie. Dass unser ganzer Tag friedlich, heilig und sündenlos sei, lasst uns vom Herrn erflehen. Einen Engel des Friedens, einen treuen Begleiter, einen Beschützer unserer Seelen und Leiber, lasst uns vom Herrn erflehen. Vergebung und Nachlass unserer Sünden und Verfehlungen, lasst uns vom Herrn erflehen. Das Gute und Heilsame für unsere Seelen und Frieden für die Welt, lasst uns vom Herrn erflehen. Dass wir die übrige Zeit unseres Lebens in Frieden und Umkehr vollenden, lasst uns vom Herrn erflehen. Ein christliches Ende unseres Lebens ohne Schmerz, ohne Schande in Frieden und eine gute Rechenschaft vor dem ehrfurchtgebietenden Richterstuhl Christi, lasst uns erflehen. Gewähre, unser allheiligen, allreinsten, über alles gesegneten und ruhmreichen Herrin, der Gottesgebärerin und steten Jungfrau, mit allen Heiligen gedenken, lasst uns uns selbst und einander und unser ganzes Leben Christus Gott anbefehlen. Durch das Erbarmen deines einzig geborenen Sohnes, mit dem du gepriesen bist, samt deinem allheiligen und gütigen und lebenspendenden Geist, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Uns einander lieben, damit wir in Eintracht bekennen. Ja. Weisheit, lasst uns Acht geben. أؤمنوا بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر
ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وقبر وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا يأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له وممجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية أعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وأترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. Lasst uns würdig stehen, lasst uns stehen in Ehrfurcht, lasst uns Acht geben, die heilige Opfergabe in Frieden darzubringen. رحمة سلام ذبيحة تسبيح. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und des, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Alle هذه الخدمة التي ارتضيت أن تقبلها من أيدينا معنا، وقد وقف لديك ألوف من رؤساء الملائكة، ربوات من الملائكة، الشيروبيم والسرافيم، ذوي الأجنحة الستة والعيون الكثيرة، متعالين ومجنحين بتسبيح الظفار، مترنمين وهاتفين وصارخين وقائلين قدوس 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 رب الصباوت ملانة السماء والأرض من مجدك أوصانا في الأعالي مبارك للآتي وصانا في العالي نمت أسد. This is my life, der für euch gebrochen wird zur Vergebung der Sünde. Mein Blut des neuen Bundes, das für euch und für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünde. لك وهي مما لك فيما نقدمها لك عن كل شيء ومن أجل كل شيء. إياك نسبح، إياك نبارك، إياك نشكر يا رب. Yeah.
من أجل الكلية القداسة الطاهرة فائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله دائمة البرية مريم. الله المقدسة بسلام صحيح مكرما معافا مديد الأيام مفصلا باستقامة كلمة حق واطلا نمجد ونسبح بفم واحد وقلب واحد اسمك الكلي الإكرام والعظيم الجلال أيها الآب والابن والروح القدس أنا وكل آن وإلى دهر الداهرين. آمين. Und das Erbarmen unseres großen Gottes und Erlöser Jesus Christus sei mit euch. Gedenkend, lasst uns wieder und wieder in Frieden beten zum Herrn. Für die dargebrachten und geheiligten kostbaren Gaben, lasst uns beten zum Herrn. Dass unser menschenliebender Gott, der sie auf seinem heiligen, überhimmlischen und geistigen Altar zum Dufte geistlichen Wohlgeruchs angenommen hat, uns dafür herabsendet, die göttliche Gnade und die Gabe des Heiligen Geistes, lasst uns beten. Die Einheit des Glaubens und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes erbitten, lasst uns selbst und einander und unser ganzes Leben Christus, unserem Gott, anvertrauen. وأهلنا أيها السيد النيسر بدالة وبلا دينون على أن ندعوك أبا أيها الإله السماوي ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الجوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير Vater unser im Himmel geheiligt werde dein Name dein Reich komme dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Assalamu lijamiaikum. Beugt eure Häupter vor dem Herrn. نشكرك أيها الملك غير المنظور يا من بقدرته التي لا تقدر أبدا على الأشياء كلها برحمته الكثيرة خرجها من العدم إلى الوجود أنت أيها السيد اطلع من السماء على الذين حنوا لك رؤوسهم لأنهم ما حنوها للحم ودم بل لك أيها الإله المهيب فأنت إذن أيها السيد سائل أن تكون هذه القدسات لخيرنا جميعا حسب حاجة كل منا رافق المسافرين اشفي المرضى طبيب نفوسنا بنعمة ورافة ابنك الوحيد ومحبته للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدس الصالح والمحيي الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين ودمك الكريم وبين شعبك كله يا الله اغفر لي أنا عبدك الخاطئ وارحمني يا الله اغفر لي أنا عبدك الخاطئ وارحمني أرفعك يا ملكي وإله راسكم القدسات للقديسين قدوسا واحدا ربا واحدا يسوع المسيح Herr, und ich bekenne, dass du in Wahrheit der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes, der in die Welt gekommen ist, Sündern zu erretten, deren Erster ich bin. Ich glaube auch, dass dieses wirklich dein einreiner Leib und dieses wirklich dein kostbares Blut ist. Daher bitte ich dich, erbarme dich meiner und verzeihe mir meine Vergehen, die ich absichtlich oder unabsichtlich in Wort oder Werk bewusst oder unbewusst begangen habe und würdige mich, unverurteilt teilzuhaben an dein allreinen Mysterium zur Vergebung der Sünden und zum ewigen Leben. Amen. Bismillah, Abu al-Ibn wa Ruh al-Qudus, al-Ilah al-Wahid. Amin. Gilsene und Tussalmin, ja, Ahibba, alles Gute und gesegnete Fastenzeit und ich hoffe, diese heilige Tage, die kommende, bringt für ganze Welt Frieden und Liebe.
الإنجيل اللي سمعتوه يا أحبة خبر عن اليهود يلي كانوا جايين على العيد وسمعوا بأنه الرب يسوع المسيح أقام لعازر يلي كان له ميت 4 أيام. ولما سمعوا هذا الشيء وعرفوا بأنه الرب يسوع المسيح بده يدخل على المدينة، على مدينة أورشليم، سبقوه على المدينة وحملوا بإيديهم أغصان الزيتون وسعف النخيل والزهور والورود، وكانوا عم بيستقبلوا للرب يسوع المسيح مثل ملك. بنفس اليوم المساء، نحن اليوم بعد 2000 سنة عم نعيد العيد وعم نجي على الكنيسة مثل ما كانوا اليهود رايحين لحتى يعيدوا بالهايلي جيلاند بالأراضي المقدسة. هنن كانوا حاملين هالشمع وسعف النخل والزيتون، ونحن عم نحمل اليوم سعف النخل وأغصان الزيتون والزهور وعم نجيب أولادنا على الكنيسة. شو اللي صار من 2000 سنة؟ الصبح كانوا عم بيزقفوا له للرب يسوع المسيح وعم بيقولوا له مبارك الآتي باسم الرب. كانوا فرحانين فيه بأنه هو داخل على أورشليم وعم بيستقبلوه مثل ملك. وبمساء اليوم نفسه كانوا قاعدين مع بعضهم وعم بيتفقوا عليه للرب يسوع المسيح لحتى يسلموه ولحتى يصلبوه لحتى يموت الرب يسوع المسيح وفيما بعد يقوم من بين الأموات. اليوم يلي بيشوف كنايسنا بيقول الحمد لله المسيحيين عندهم غيرة للكنيسة وبيريدوا يجوا على الكنيسة وبيريدوا يصلوا دايما، وكتار منهم بيحافظوا على الصوم هنن وولادهم بالبيت، وهذا الشيء كويس. بس الشيء اللي ما نو كويس بأننا نحن نجي مرة بالسنة على الكنيسة ونكون مثل ما عملوا اليهود بأنه هنن زقفوا له للرب يسوع المسيح والمساء اتفقوا عليه للرب يسوع المسيح. لا سمح الله نحن نكون مثلهم ونكون عم نعمل الشيء اللي هن عملوه من 2000 سنة. الكنيسة يا أحبة، الأيقونات اللي شايفينها، الناس اللي انتو شايفينهم، بيكبر قلبهم وبيفرح قلبهم لما بيشوفوكم بشكل دائم بالكنيسة. ما نكون عم نجي على الكنيسة من سنة لسنة. أنا هلأ واثق إنه في ناس أنا صار لي 9 سنين هون ماني شايفهم ولا مرة بالكنيسة. أهلا وسهلا بالكل، والكنيسة مفتوحة للكل، بس الكنيسة ما فيها تكون مفتوحة دائما إذا نحن بدنا نجي مرة كل 9 سنين ولا مرة بالسنة. هيدي الكنيسة بحاجة لإلكن مثل ما أنتو بحاجة لإلها. اليوم لما واحدكم بده يعمد ابنه، لما واحدكم بده يجوز ابنه، لما حدا عنده جنازة بده يعملها، بكسر الدنيا لحتى يلاقي خوري ولحتى يلاقي كنيسة. ويننا نحن ببقية الأيام؟ ليش ما منفطن بحالنا ومنقول إذا نحن ما حضرنا حالنا لهداك الوقت منوصل لوقت ما يكون في عنا خوارنة وما يكون في عنا مطران وما يكون في عنا كنيسة وما في شيء بيقدر يجمعنا مع بعضنا البعض. بدكم تقولوا لي يا سيدنا هذا الكلام هلأ وقت نحكي بعيد الشعانين، اليوم الكنيسة ملانة والولاد فرحانين وأهلهم فرحانين فيهم؟ هذا الوقت المناسب أنه نحكي، لأنه اليوم نشكر الله بهالمطرانية هاي وبهالرعية هاي يلي أنا موجود فيها مع أبونا عبد الله ومع الأخوة والأخوات يلي هنن عم بيهتموا برعايتها لهال الرعية، وبقية الرعاية أخوتنا الكهنة وسيدنا حنا كمان هنن بمكانهم
عم بيهتموا بناسهم وبالملي عندهم. هذا الوقت المناسب لحتى نقلكم إذا ما بتحطوا إيدكم بإيدنا دائما بدكم توصلوا لوقت ما تلاقونا هون، ما نقدر نكون بيناتكم، لأنه هاي البلاد مثل ما كلكم بتعرفوا، مثل ما كلكم ربيانين هون أو اجيتوا عليها لكم فترة طويلة بتعرفوا إنه إذا ما إيد غسلت إيد ما بيمشي الحال. نحن لا في عنا فاتيكان ورانا لحتى يبعث لنا فلوس ولحتى نقدر نستمر بيناتكم، ولا عنا غير جهات تانية لحتى تبعث لنا فلوس. نحن محبتكم ولهفتكم للكنيسة هي عزائنا، وهي اللي بتخلينا دائما نتعزى فيكم ونسعى دائما لحتى نقدم لكم إلكم ولولادكم الأفضل. نشكر الله يا أحبة بالفترة الأخيرة يلي كانت العالم بعيدة فيها عن الكنيسة والكورونا، ما كان عم بيسمح لنا نشوفكم. نحن صار في عنا 4 صيامات بالمطرانية، كهنة وشمامسة عم بيكرسوا حالهم لخدمة إخواتنا وإخوتنا يلي هن موجودين بهالبلاد هاي يلي نحن مسؤولين عن خدمتها. أتمنى عليكم بإنكم تكونوا واعيين لهالشغلة، نعرف حالنا بإنه هيدي كنيستنا وهذا بيتنا قبل ما يكون بيتنا يلي نحن مننام فيه. الواحد بيحضر حاله للبيت الأخير اليوم، وين ما كان هلأ ساكن البيت بده منه الواحد هالفرشة اللي بينام عليها. بس إذا ما كان محضر البيت الأخير لإله، ما كان بيعرف إنه في كنيسة بدها تستقبله إله ولولاده بالفرح وبالحزن، منشوف حالنا عم نضعف شوي شوي وعم نقل، وهالكنيسة عم تضعف لا سمح الله، ونوصل لوقت ما يعود فينا نعمل فيه شيء أبدا. هلأ الأولاد الصغار بيجيبوا هالشمعات تبعهم وهالزهور يلي هن محضرينهم، بيجوا لهون رح منطلع نعمل الدورة يلي منعملها كل سنة، ومنرجع بعدين منناول. أبونا رافائيل رح بيبقى على الهيكل هونيك بالجهة الشمالية، وهو رح بيناول الأشخاص يلي هن مرضى أو اللي هن عندهم شيء لازم يروحوا يعملوه ببيوتهم لحتى كمان نسهل الأمور. مواسم مباركة. الصلوات المسائية دائما الساعة 7 المساء بالأسبوع العظيم، ما عدا يوم الخميس إن الله راد رح بتكون الصلاة الساعة 6:30 المساء. دي غوتستينز إن دورينج دي هايليج ووخة إست إما أم 19 أور بس دونرستاغ 18 أور 30 بتكون الله راد دونرستاغ. كل سنة وانتو سالمين. الصغار يجوا لهون كلياتهم يلي معهم الشمعات واللي معهم الزهور. دي كيندا بيت هير. خليل تعوا اخي يلا. إلى الرب نطلب. يا يسوع. أيها الرب إلهنا المستوي على الشيروبيم، لقد أيقظت جبروتك وأرسلت ابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح ليخلص العالم بصلبه ودفنه وقيامته، الذي لما وافى إلى أورشليم ليتألم طوعا استقبله الشعب الجالس في الظلمة وظلال الموت بعلامات الظفر. أعني أغصان الشجر وسعف النخل تبشيرا بالقيامة، فأنت أيها السيد احفظنا نحن الذين حملنا بأيدينا السعف وأغصان الأشجار متشبهين بأولئك في هذا اليوم،
يوم تقدمة العيد، واحرسنا نحن الهاتفين نحوك، وصلنا على مثال أولئك الصبية والجموع، حتى نستحق بالتراتيل والتسابيح الروحية القيام المحيي في اليوم الثالث بربنا يسوع المسيح، الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدسها الصالح والمحيي الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. Thank you.
كل شر وضرر. كيريا ليسون، كيريا ليسون، كيريا ليسون. لأنك إله رحيم محب للبشر، وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. أيها المسيح الإله، لما تقمنا معك في المعبودية استهلنا بقيامتك الحياة الخالدة، فنحن نسبحك أتيتي. مبارك الذي باسم الرب. أيها المسيح الإله، لما قمت العذر من بين الأموات قبل ألام أطلقت القيامة بذلك ونحن خلقنا في عامة الغربة والظفر صارخين نحوك يا غالب الموت هوسانا في العالي مبارك Hey!
اللهك عظيم رحمتك نطلب إليك فاستجب وارحم. كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون. Eti Deome Thai Perton Orthodoxon Christianon. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب. Υπέρ του Πατρός και Πατριάρχου ημών, Ιωάννου και Πάσης της εν Χριστών ημών, αδελφότητον. Κύρια λέησον, Κύρια λέησον, Κύρια λέησον. Ότι αγαθός φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιόν και το Αγίον Πνεύματι, νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Amen.
المقدسين بيننا رب وإلهنا يسوع المسيح ارحمنا وخلصنا. امين. يا رب.